السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. تقوى ربنا قبل أي كلام، قبل أي شغل. الفيديو دوت أنا مش عايز ده صنايع يزعل مني، واللي يزعل يخبط دماغه في الحيط. المهندسين مش عايز المهندسين كلهم فوق راسي وفوق دماغي، بس لازم ننبه على العميل، خد بالك إن في مهندس مش فاهم، هو حافظ إن أنا هعمل بنود، لكن فاهم ايه البنود، ايه المطلوب في البنود؟ لا. ايه الفرق بين المهندس والصنايعي؟ ان الصنايعي ملم ببند واحد، المهندس ملم بجميع البنود بمشاكلها. يعني انا المفروض اجيب مهندس في الشقه بتاعتي، ان انا ببقى متخيل المنظر النهائي هيكون ايه مع المهندس قبل وهي لسه على الطوب. ليه بقول الكلام ده؟ عشان احنا هنا في مش عايزين نقول كارثه، عشان العميل ما يفكرش ان الموضوع بقى بايظ معايا. لا، في غلطات شغل. ده حمامي اللي هو انا عامله تصميم ديزاين فرش كل حاجه محمد صلاح. طبعا انا بشرط على العميل بتاعي قبل ما يحط بلاط لازم اجي اشيك على الشغل بتاعي. طبعا مش بنيجي ببلاش، لا بنيجي بفلوس. حضرتك واحد يقول لك ايه؟ لا بنيجي بفلوس. الصنايعي بيروح يراجع على شغله عشان ياخد فلوس برضه، عشان ما حدش يقول لك لا انا صنايعي مش هفضل اروح واجي على الشغل. لا، روح طمن على شغلك، عشان التشطيب بتاع سيادتك مش بتاعي، اللي هو بتاع العميل، اللي هو لسه بيكون عامل شغله وواثق فيه. انا دلوقتي عم اسست كويس قوي، لكن الشغل باظ من المهندس اللي كان ماسك المكان. ومش عايزين نقول اسامي او اماكن، عشان احنا بنقول الهدف من الفيديو العميل يعرف الاخطاء، المهندس يعرف الاخطاء اللي وقع فيها المهندس قبل كده. اللهم لك الحمد، احنا صممنا الحمام والمهندس كان موجود، خلاص يا باشمهندس الدنيا تمام، مع العميل استلم الدنيا زي الفل. طب انا طالب في الشغل النهائي هيكون انا اللي عامل الديكور، انا اللي عامل البوكس هنا، انا اللي عامل البوكس هنا، انا اللي عامل القصه دي كلها. فلما بنقول ان احنا بنعمل شغلنا بنراجع عليه قبل التشطيب. اول حاجه حدث ولا حرج، هتكلم على السباكه اللي تخصني انا، وهتكلم على بند السيراميك وبند المحاره اللي هو المفروض يبقى في السيراميك بتاعي. انا المفروض معايا مسلم الشغل بتاعي على كده، ده اللي احنا متعودين فيه مع محمد صلاح ابو علي، بحيث ان البلاطه هتيجي معايا هنا يبقى الكوع على اول الشفه. نفس الموضوع الخلاط السمارت بوكس بتاعنا احنا ظابطينه على الشفه اللي هي الشرطه، يبقى احنا عارفين اماكنه فين والكلام ده، يبقى اخره هنا، يبقى جوه معايا في التشطيب. طيب ايه المشكله اللي قابلتني هنا حضرتك؟ اول حاجه غطس بالجنب ده كتير، يعني احنا بعد ما ظبطنا هو غاطس قد بالمحاره، ويا ريتها اب ان هو يعدلها، لا اب ما عدلهاش. الصندوق بتاعي ده، دي بقى اخطاء السباكه عشان ناخد بالنا منها. هنا ما عنديش، ما فيش مسافه، ما فيش البلاطه هتيجي معايا لحد بره هنا حضرتك. اصبح ما عنديش مكان انا اعمل صيانه للصندوق. ما عنديش مكان اعمل صيانه للصندوق، البنا بنا غلط مش مشكله، اقشر الطوب وارجع بالمحاره عشان يبقى عندي فيه ليفل. ده اللي احنا بنقوله يا باشمهندسين، اي مهندس بيتابع البيتش عندي، ده اللي احنا بنقوله يا باشمهندس. همحر الحمام، اعمل حمام سيراميك، بعد السباك ما خرج ما اسيبش حاجه للظروف، ما اقولش اصل السباك عمل ومشي، ده البنا عمل ومشي. وانت لازمتك كمهندس في المكان ايه؟ ان انت قلنا في اول الفيديو ملم بالبنود كلها، يبقى انا كمهندس عارف ايه الاخطاء اللي هتقابلني في التشطيب. فاللي انا عامله ده كده ان انت سيادتك قبيت بالمحاره عشان تعدل، ده من موقع كلام سيادتك، انت اصلا ما عدلتش. هنبص دلوقتي في العدلان ايه؟ عشان تعدل ما ظبطتش، يبقى انا كده مش هعرف اشطب ده، ولو اتشطب مش هعرف اعمل له صيانه، يبقى كده الحمام ده كده اتدمر. دي اول بند. تاني بند لو اتكلمنا فيه، الخلاط ده انا ظبطه، يعني ظابط القيمه دلوقتي. انا لما بعد ما تعمل لي البلاط هيجي لحد هنا، الخلاط ده اتدفن، هضطر اجيب له تطويله ب 700 جنيه. طب ليه اصلا اجيب له تطويله من جروي وانا عندي ان انا ابرز الخلاط؟ قول يا عم اتصل بالسباك خليه يجي يبرز الخلاط بتاعه. ده لو انت عارف ان في اخطاء اصلا. ده لو انت اصلا عارف في اخطاء، يعني لو انت شايف، لو انت اساسا مدرك وعندك وعي ان ده خطا، هتروح للسباك بتاع السيراميك كان المفروض هيخش يشتغل على الوضع اللي احنا شايفينه ده، لسه في اخطاء كتير. يعني بتاع السيراميك هيخش يشتغل على الوضع اللي كده. احنا بنقول يا جماعه خد بالك، السباك مهندس نفسه لازم تسمع كلامه، لازم تسمع الكلام اللي السباك بيقوله. ما تقولش ان هو سباك ومش فاهم حاجه، لا سباك وفاهم غير من مهندس حافظ. تمام كده؟ معش عايز مهندس يزعل من الكلام بتاعي. اول حاجه يا باشمهندس، البوكس لازم بسيب فيه بعد البلاط 4 سم او 3 سم ونص. الخلاط ده له قيمه، زي الخلاط ده له قيمه. انت برزت بالجنب ده علشان تعمله زاويه قائمه عشان يركب البانيو هنا، حلو ما اختلفناش. طب ليه ما قلتش هات السباك يعدل؟
ليه ما رجعتش بالبؤة؟ في ليها 100 طريقة و100 حل. احنا مش بنعيط على اللي اتعمل، احنا بنقول ناخد بالنا. طيب عرفنا ان خطأ السباكة ده هنا، عرفنا ان هو دفن الجنب ده كله قبل منه بالصندوق. طبعا الصندوق مش هينفع يتشطب اطلاقا اطلاقا اطلاقا، الصندوق مش هيتشطب بالوضع ده كده. عندي حلين عشان احله هنقوله في فيديو تاني. السمارت بوكس هو ظبط الجنب ده زي ما احنا ظابطين الدنيا معاك زي الفل. دي اول حاجه في بند السباكه. طب انا عشان خاطر كمحمد صلاح، بنتكلم بقى عن محمد صلاح ابو علي، ديزاين السيراميك، شغل السيراميك انا بحط نفسي فيه علشان في الاخر يبقى انا اللي عامل الحمام ده. انا بسالك على الحمام بتاعي. طبعا ما قلناش ان الشرب بتاعه، احنا طبعا عارفين ان الشرب بتاعنا اهو المفروض الشرب من العمود دي 1 متر. اخذنا وزن على بره، هذا السيراميك تحت رجلك يا استاذ محمد، السيراميك اعلى من الليفل بتاعي، يبقى انت شغال عشوائي، يبقى انت مهندس ماسك هنا حافظ مش فاهم، مش عارف يعني ايه ليفل البلاط يكون هنا كام او الكلام ده، وهوريها لستك باللقطه دلوقتي في الفيديو التاني باذن الله. طيب دلوقتي هنتكلم في فيديو الاخطاء وهنتكلم في فيديو التعديل. اذا احنا مسكنا الزاويه القايمه، انا مش بتاع محاره ولا مبيض محاره، عشان اشتري دراع وانا جاي اعمل معاينه، واشتري زاويه قايمه عشان اجي اعمل معاينه على شغلي قبل ما يتشطب. الحمام ده مملكه السباك، ده اسمه مملكه، ده مملكتي، ده شغل، ده اللي هو اكل عيش محمد صلاح، اللي هو العميل اللي بيقعد فيه لازم يكون مرتاح نفسيا فيه. اذا احنا مسكنا الزاويه القايمه، طبعا البلاطه عندي بتركب كده مع كده، مش هينفع الاقي اللحام مفتوح او الجنب طالع داخل او الكلام ده، فدي زاويه قايمه ببلاش الا ربع. نبدا من اول ما نخش الحمام. بص معاليك فيها قد ايه؟ شايف 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 ايدي اهي، بص هات هنا كده يا استاذ محمد، شايف اهي اهي الزاويه القايمه اهي، قافله هنا وفاتحه هنا. طب ليه؟ انزل تحت، نفس الموضوع اهو. يبقى السيراميك هيركب مشطور، يبقى السنتريه في المكان مش مظبوط. ده اللي احنا بنقوله لما اجي اعمل بؤج واوتار، ببقج الحمام. وفي عميل يعني انا مش عايز اذكر اسمه، المفروض يتفرج على الفيديو ده عشان كنت عنده في مشكله في الحمام من كام يوم، وطبعا عارف انا بقول ايه، برضه ياخد باله مفيد جدا من الفيديو. اللهم لك الحمد، العميل كنت عنده من 3 ايام بالظبط، مش عايزين نحدد اسامي او اماكن، لازم بتاع المحاره عند ستك ياخد باله من الاخطاء دي عشان ما نخشش نكسر عندك تاني. تمام اهو، بص هات هنا كده يا استاذ محمد، هنا الزاويه قافله، هنا فاتحه، حلال ولا حرام؟ يعني انت المفروض اخدت الجنب ده بحط زاويه قايمه بعدل عليه الزاويه الاميه بتاعت الباب. هتيجي تحط زاويه قايمه الناحيه الثانيه اهي، مثلا تعالى هنا كده، بص كده بص كده معاليك، بص شايف هنا الزاويه قافله اهي، الزاويه قافله اهي هنا، بص هنا فاتحه ازاي. السيراميك لما يجي هيركب معاك مشطور، انا بحب اركب السيراميك بتاعي شطف، فلما اجي اشطف هيركب معاك مش عدل. انا مش بتاع سيراميك، بس بقولنا في النهايه اسمه حمام السباك. بص لو حاطين على الزاويه الكبيره فتحة معاك برضو اهي، يعني بص يا كده يا كده اهي، مسكت الزاوية هنا اهي، بص هنا بقت فيها ايه، على الرغم ان انت قبيت بالجنب ده جامد، يبقى انت ما زودتش الحمام قبل ما تشتغل. يبقى الحبايب واخد بالك يا باشمهندس اللي انا كنت عندك من 3 ايام، الحمام ما تزواش، الحمام ما تزواش علشان اركب السيراميك بالمادة يركب معايا ستاندر 100% ماليش فيه اخطاء. تاني حاجة في تالت حاجه في المحاره، احنا عرفنا اول حاجه الزاويه القايمه هنا وهنا، ده المفروض بوكس ديكور، حاجه احنا قلنا ده شغل المهندس بقى اللي ماسك المكان، حاجه بيديني اشم حاجه حلوه، يعني حاجه حلوه في الحمام، يعني اشم نفسي فيه، تبقى حاجه شكلها شيك قوي. المفروض يتحط زوايا قايمه، يعني دي عشان الزاويه كبيره شويه ماشي اهي. بص الزاويه، بص الزاويه عامله ازاي سيادتك، في فراغ، فده كله هيبان معاك في التشطيب. طب انت محرت هنا ومحرت هنا، ما عملتش دي ليه وما عملتش دي ليه؟ انت خلاص انت داخل تعمل سيراميك، ايه الفراغ ده؟ البنا عمل غلط ماشي، انا معاك البنا بنا غلط لو انت هتقول. طب ليه ما قفلتش انا محاره وصممت الدنيا؟ ليه السلك بتاع الليد بروفايل بتاع المهندس محمد الشريف ما ظبطش الدنيا معايا فيه؟ نفس الموضوع، فين لو بص بص يا بيه كله على كله، بص الزاويه طالعه ازاي، انا عامل بوكس عشان يبقى عندي شغل حلو، انا ما برضاش اخلي بتاع السيراميك يشتغل مونه، بقول لك اعمل محاره عشان اعرف اطلع الديفوهات
عشان بتاع السيراميك يخش وهو مغمض يسلمك الحمام 100 100. فبيقول اعمل سيراميك بالماده علشان يبقى انا بشوف حمامي في السيراميك قبل ما اشتغل. ده انا دلوقتي عندي امكانيه اكسر، لكن بعد ما اعمل سيراميك استحاله انا اخش اقول لك كسر او اظبط او الكلام ده. فعندي بوكس زي كده مش مظبوط، عندي بوكس زي كده مش مظبوط، دي كلها حاجات في شغل انا تزعلني وتضايقني. لو جينا قلنا هنا بقى، دي بقى اللي ايه الحته الكبيره. احنا قلنا في البدايه انت قبيت بالجنب ده بلست بيه عشان تعدل زاويه قايمه، عشان هنا في بند انت ما ظبطتش الزاويه القايمه. يعني بص الزاويه القايمه فيها ما يقرب، هكذا يا عم محمد، الزاويه القايمه فيها ما يقرب من اهي، بص بص فيها قد ايه. يبقى البانيو بتاعي لما هيجي يركب سيادتك هتلاقي فيه سنتي مشطور. يعني ايه سنتي مشطور؟ يعني هتلاقي البانيو جاي كده هنا في الجنب ده، وده لف منه بقى فيه فراغ سنتي هنا. البانيو بقى زاويه قايمه، لما اجي احطه بيتحط معايا ستاندر فاصبح فيه فراغ سنتي. هقفله بسيليكون شكله مش لذيذ، وما انا جايب مهندس وجايب سباك مهندس وجايب كله بيراجع ورا بعضه علشان ما الاقيش اخطاء يخش في كوارث زي كده. جيت احط الميزان والقده في بند برضه السيراميك مش مديني ميزان. يعني بص معاليك، يعني ده زي ما احنا بنقول المهندسين تاخد بالها في التشطيبات، دي كلها ديفوهات المفروض ما تعديش على المهندس. لو العميل في عملاء بيسترخصوا، يعني ايه بيسترخصوا؟ يقول لك انا اجيب مهندس ياخد مني نسبه اشراف كذا او الكلام ده، انا اقف بنفسي. لا، لو عميل واقف بنفسه مش هقول الكلام ده، هقول له دي غلطتك انت، ما جبتش حد يشرف لك على الشغل، انا خلصت شغلي ومشيت واي حد يكمل مكاني. انما المهندس يشرف وما يطلعش بالشكل اللي المفروض يبقى شغل هندسي، ده ما ينفعش وما يرضيش ربنا. بص كده مع عليك، هات كده الميزان يا استاذ محمد. الميزان فيه سنه ميل، بص الميزان فيه سنه ميل مع البلاط والماده، يا يزود ماده في ناحيه ويفتح من ناحيه، قصه طويله كده. غير ان الدراع نفسه مفتوح، فهتلاقي نفسك البلاط بيطبل منك غصب عن بتاع السيراميك. يعني اسماعيل العوام باذن الله، باشمهندس اسماعيل العوام لو ربنا اراده واشتغل هنا غصب عنه، لما اجي ادق البلاطه بالماده بيبقى في فراغ اخد هواء، لما اجي اخرج اركب اكسسوارز ولا حاجه البلاطه بتفرقع بتوش وبيحصل فيها كوارث. فليه احنا ما نعديش المرحله دي وانا عندي مهندس؟ طيب عرفنا اخطاء محاره في الزوايا القايمه وفي التلقيطات، دي مش قد دي مش قد ديت. عرفنا اخطاء السباكه ولازم ما تعديش على اي حد. عرفنا ان الجنب مش مظبوط. اللي هو بقى الحاجه اللي هو بقى احنا عايزين نقول ايه، اللي هو نسيت، مفيش حد ما بينساش. طيب الغلطه المفروض اعترف بيها، انت غلطت مفيش مشكله، اعترف بقى بغلطتي، مش تجادل وتقاوح مع الشخص نفسه ماشي معايا مثلا وتقاوح تقول لا لسه هركب الشفاط. طبعا اللهم لك الحمد محمد صلاح ما بيحبش يركب شفاط في الشباك. هات كده الشباك، الطبيعي الناس بتركب شفاط في الشباك هنا، انا ما بحبش كده. العميل لما جابني انا عايز شغل حاجه كويسه، جاي شغل فنادق، فبالتالي عملت له شغل كويس، فبالتالي بنعمل احنا شفاط في الجبسن بورد، بنعمل شفاط جوه كابينه الشاور جوه البانيو، وشفاط للحمام هنا كده. بجيب شفاط قوه 100 حاجه تركب لاتش، حاجه كويسه جدا. الشفاط اللي جوه الحمام بيشتغل مع النور، ادوس على زرار نور النور الشفاط يشتغل، طفيت النور الشفاط طفى. وبعمل شفاط جوه الشاور عشان بخار الميه، وكان عندي جبسن بورد لو خد مني رطوبه وقع عليا وانا موجود، فبحط شفاط هنا عشان لما يطلع مني بخار ميه الشفاط يشفط ويطلع على بره على طول. فانا بعمل له ضغط شغل كده في السقف جوه الجبسن بورد والكلام ده. طب انت النهارده بتقول للعميل انا هعمل لك الجبسن بورد وهو راكب اركب لك الشفاط، ازاي هتركبه وايرلس؟ يعني تعمله وصل البلوتوز؟ لا ما تضحكش يا مستر محمد، ده واقف ورا الكادر بيضحك. لا ما انا مش عامل الشفاط وايرلس، الشفاط سيادتك بيركب ضغط زي كده ماسوره، وبتخرج بره هنا بهوايه بمدخنه، وبتركب ماسوره من هنا وبتركب ماسوره كمان من هنا، وبركب الشفاط بتاعي. انما بالشكل ده استحاله ما فيش شفاط هيركب. الحمام ده قيس عليه حمام تاني، مش عايزين يبقى كلامنا متعاد، لا هو كلامنا يبقى مره واحده. نفس الاخطاء دي في نفس الخلاط حمام الناحيه الثانيه. فرجاء رجاء رجاء اي حد عايز يعمل شغل كويس مع محمد صلاح بكمل بصنايعي كويس، علشان في الاخر تلاقي التشطيب معاك اللي انت اللي انا وريته لك جرافيك، شو انا وريته لك جرافيك تكمله للنهايه، نعمل شغل كويس ومظبوط. مش عايزين نتكلم في ديفوهات كتير في الحمام عشان ما حدش يزعل مننا. احنا قلنا الاخطاء
اللي لازم ما تعديش الزاويه القايمه هنا 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 الحمام مش مزوي. طبعا بالمناسبه احسن حد بيعمل معايا شغل الزوايا القايمه في الحمام بكري، يعني بكري ده يعني حد يعني دكتور زوايا قايمه وتربيع وتاكيس، ده صديق شخصي ليا وبيعمل شغل ستاند، ما لقيتش حد بعد منه بامانه الله. تاني حاجه لما باجي احط سباكه ما الاقيش الوضع ده كده، ما الاقيش ده غاطس كده، ما الاقيش الشغل كله بقى غاطس لجوه، حرام يعني، حرام حرام حرام. ربنا يقول لي عجبكم، ويا ريت يا ريت ما حدش يحط كومنت سلبي علشان ما ازعلش انا. انا زعلان ومتضايق على فلوس العميل اللي اتصرفت على الارض، العميل دوت ما هوش جاي من الخليج معاه شقله فلوس او شوال فلوس واحنا بنسرقه منه وخلاص، لا خد حقك وزياده، يعني خد فلوس بزياده، بس سلم العميل، سلم اللي هيشتغل شغل مظبوط. ما حدش يقول لك لا، ده يبقى رزقك وربنا يبارك لك فيه، انما تاخد فلوس كتير وما تعملش حاجه كويسه ده يبقى حرام عليك تماما تماما تماما. يا رب ينول اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه سباك شاطر على فيسبوك وقناه سباك شاطر على اليوتيوب. شكرا.